مرحبا، كيفكم؟ اليوم بدنا نحكي كيف نقدم على سي اس ان بطريقة سهلة وسريعة. أول شيء بنعمله بنفوت على سي اس ان ونكتب لوج ان. فينا نكتب لوج ان وفينا نكتب لوج ان، هو أصلا بالخيارات موجودة، بس لك لوج ان باللغة السويدية. ندور لوج ان، بيطلع لنا أول خيار لوج ان تي سي اس ان اي شنستر، إنك تسجل دخول الخدمات الإلكترونية للسي اس ان. فينا نسجل دخول من هون بين سيدور على السريع، وفينا نجي لهون على الزاوية لوج ان كمان بين سيدور على السريع. نسجل من هون بين سيدور، مثل ما شايفين موبيل بنك اي دي، نكبس عليها، لازم نوقع بالجوال تبعنا، نفتح الموبايل بنك اي دي ونوقع. طيب بعد ما وقعنا بتفتح معنا الصفحة بالشكل التالي: مينا سيدور ستوديا ميدل، يعني الراتب الدراسي او المساعدة الدراسية، ام ستاندينج ستوديا ستود، هي المساعدة الدراسية اللي بيبدلوا شغلهم، بيكونوا عم يشتغلوا صار لهم زمان، بدهم يحبوا يدرسوا شيء معين فبيتركوا شغلهم وبيدرسوا، فبياخذوا هي المساعدة. هي المساعدة بتحق بس للي عم يشتغلوا لفترة طويلة. بطلب الباقة ستوديو لون انك تدفع القرض الدراسي تبعك، بتقدم طلب انه انت حاليا في عندك دخل، فينك ترجع تدفع القرض اللي انت اخده. صفحتك الشخصية اذا بدك تغير عنوانك، بدك تغير رقم هاتفك، من هون ميدي لاند وبسلوت، هون بتشوف القرار اللي هن بيبعتوا لك اياه، اوبيتالنيجر الدفعات لما هن بدهم يدفعوا لك المصاري، بتشوف هون قديش بدهم يدفعوا لك. ان بيتالنيج اذا انت دافع لهم شيء، اذا انت مثلا دفعت لهم مبلغ معين فبيتسجل عندهم هون. وشور كورتس لون هو القرض تبع شهادة السواقة، إذا أنت بدك تطلع شهادة سواقة ومسجل بمكتب العمل فبيحق لك تقدم، بتضغط هون وبتكمل المعلومات، بتفوت وبتقدم. نحن اليوم بدنا نحكي عن المساعدة الدراسية، فأول خيار انسوب أم ستودي ميدل، يعني التقديم على المساعدة الدراسية. إذا بدك تغير طلبك، أنت مقدم طلب وبدك تغيره، فهو الخيار الثاني. إذا بدك تغير دخلك فهو الخيار الثالث، أنت مقدم دخلك مثلا بالسنة 100,000 بدك تغيره ل 50، فبالخيار الثالث. شو هو الفري بيلوب؟ فري بيلوب هو المبلغ اللي بيحق لك تقبضه خلال وانت عم تدرس، يعني قديش بيحق لك تاخذ خلال 6 شهور. هلا حاليا المبلغ يمكن 158,000 او 150,000 تقريبا خلال 6 شهور. عم تاخذ اقل من هيك بيحق لك تاخذ قرض، بيحق لك تاخذ راتب دراسي. عم تاخذ اكثر من هيك ما بحق لك تاخذ راتب دراسي. اذا كنت تبلغ انه انت تركت الدراسه، فمن هون ميدي لا ستودي اف بروت، يعني انت تركت الدراسه او اوقفت الدراسه تبعك، وقال عشان نستركل الخدمات الالكترونيه. احنا اول خدمه بدنا اياها هي انسوك اوم ستودي ميدي، نكبس عليها، بيطلع لنا الطلب مثل ما شايفين قدامنا: انسوك اوم ستودي ميدل، تقديم الطلب الراتب الدراسي. دراسة وين؟ بالسويد ولا خارج السويد؟ إذا أنت بالسويد فبتقول إنه أنت بدك تقدم بالسويد. بيطلع لك عندك خيارين هون، إنه أنا، خليني أكبركم مشان تبين، أعتقد هيك أوضح صح؟ هيك مثلا. طيب أنا بدي أقدم المساعدة، بدي أقدمها ل، هلا هون أنا إني مقدم طلب من قبل فأعطيني أندر أنسوكن، إذا بدي أغير الطلب، أنا ما بدي أغير الطلب، بدي أقدم مساعدة جديدة، فبختار الخيار الثاني: يورا إني أنسوكن، تقديم طلب جديد لدراساتي في السويد. إذا أنا برا السويد بختار هذا الخيار اللي هون أوتوم لونز، خارج السويد. طيب أنا اخترت الخيار إني بدي أدرس بالسويد ودراسة جديدة، بعمل نستا، بيطلع لي فيديو عن المعلومات وعن الافكار اللي لازم انا اعرفها قبل ما اقدم، بشوف الفيديو وبعدين بعطيه نستا. اذا انت بتبدا شايف الفيديو من قبل ما في داعي تشوفه مره ثانيه. هون بتختار انت المدرسه اللي عم تقدم عليها، اذا انت عم تدرس جروند او يمناصي بالكونفوكس فلازم تقدم هذا الخيار، اذا انت عم تدرس فولك هوك سكولا، ايركي هوك سكولا، ايركي هوك سكولا لها علاقه بالمهن، اذا انت عم تدرس حلاقه، نجاره، اي شيء، يونيفرسيتيت هوك سكولا بالجامعه، يمناصي سكولا فور ام دمر اذا انت عم تدرس بالمدرسه الثانويه النظاميه، واذا عم تدرس بمدرسه فنيه او مدرسه تكميليه، هاي اللي بيدرسوا فنون او بيدرسوا كورشات بالبيانو بالرسم والى اخره. بهالحاله نحن اللي بندرس جروند بنقدم الخيار الثاني، جروند ويمناسي كورشر. بعدين نختار المنطقه، مثلا نختار منطقه كالمر على سبيل المثال، كتبت حرف الكاف فطلع لي الخيارات اللي موجوده بحرف الكاف، فكالمر شايفينها هون. هلا في عندنا كالمر اخترناها، هيمتا سكول فور والد اورت، يعني اختار او جيب المدارس لهي المنطقه. هون عندنا فيلي سكول، نختار المدرسة، في أكثر من مدرسة بكالمر، أي مدرسة فنختار نحن أول مدرسة، ماكسلان أكسل أو هاي المدرسة مثلا هوكس بي أو بيلدينج سنتر، اخترناها مثلا. فطلعت معنا لك المدرسة، طلع معنا إنه نحن اخترناها. هلا بدنا نحن نختار الأوت بيلدينج، نحن عم ندرس جروند ولا عم ندرس يمناصت؟ الجروند شايفين جي إر واليمناصت جي يو، فنحن عم ندرس مثلا جروند، نختار الجروند بعدين بنعمل نستا. هلا بيطلع معنا هيك بالشكل التالي، انه بدنا نحن نشوف قديش عم ندرس بهي المدرسه اللي قدمنا عليها، اللي هي نحن عم ندرس فيها جروند. نحن عم ندرس من اي تاريخ لاي تاريخ، لنفترض عم ندرس من مثلا من اخر او من اول شهر 11، من 1 11 لا مثلا اخر 12. هلا نحن هون عندنا اكتوبر، بنيجي لهون
نوفمبر لهون ديسمبر، خلينا نقول لاخر شهر 12 لو 31 12، عم ندرس 100% فبنكتب بس كلمه 100. اذا كمان بدنا ندرس كورس ثاني جرون فبنحط كمان، وبنحط ايمت مثلا ايمت التاريخ وايمت بننتهي هون، هون بنحط انه 100% كمان، بس احنا حنحط كورس واحد حاليا. بنعمل نيستا هون عم ياكد لنا انه انت بدك تقدم من 1/11 لحدود 30/12 100 نقطة بهاي المدرسة المذكورة هون، وانت مدرسة عم تدرس فيها جروند. اذا انا متأكد فبعمل بتركها مثل ما هي، ماني متأكد بعمل لها اندرا تغيير. هلا هون انا بحط ايمت انا لازم اخلص، فانا خلص 2024 كما شايفين اخر 2024، والشهر بده يكون ديسمبر اخر شهر، فبعمل نيستا تي دي جيت اوت بيلدينج. هون بتعبي معلومات عن دراستي السابقه، انا شو رحت زمان درست بالسويد ولا درست ببلد برا السويد، او درست بس بالسويد او بس ببرا برا السويد، يعني اذا انت جاي من سوريا العراق اللي هو، او انت ابدا ما رحت على المدرسه. انا بحالتي مثلا على طول كنت بختار اني انا جيت من اي ات ام نوتلاند، كنت دارس برا السويد. اذا انت درست هون بالسويد كنت صغير وجيت على السويد فبتحط هذا الخيار، اذا انت درست بالسويد وبرا السويد فحط هذا الخيار. انا بحالتي رح اختار هذا الخيار اي ات ام نوت لاند، ليش؟ لانه انا ما معي جنسيه سويديه، فلقدام بده يكون في خيار او في سؤال عن الجنسيه لازم تختار جنسيتك. طيب فلهيك الواحد ما فينه يكذب يعني بهالاسئله، واذا كذب لازم يكون يعني اذا انكشف لانه ما بيطلع لك مساعده، فاللي بده يكذب اللي يعني الموضوع مو بصالحك ابدا. يونيفرسيتي اوتنفور سفيريا، اذا انت دارس بجامعه برا السويد، انا ماني دارس جامعه برا السويد، هون كاتب لك انه انت لازم تكون دارس اقل شيء سنتين لحتى تحط انك دارس، انا ماني دارس لا سنتين ولا غيره فبحط نين. السؤال اللي بعده، اذا انت دارس يمناسيوم اوتنفور سفيريا، اذا انت دارس ثانويه برا السويد، انا دارس ثانويه برا السويد فبحط نعم. هلا السؤال اللي بعده بده يعطيني هل انت مخلص الثانويه لك، هون سؤال سلوت فور لدو دين بيلدينج، يعني هل انت خلص هذا الدراسه اللي هي الجمناسيت او الثانويه برا السويد؟ انا خلصتها ومعي شهادتها. اذا انت درست ثانويه بس ما خلصتها فبتحط لا، اذا درست ثانويه وخلصتها مثلي فبتحط نعم. اذا خلصتها فلازم يكون معك شهاده انت بتكون معدلها من قبل، انا لاني معدلها فاجباري بدي احط هذا الخيار، لانه انت معدل فتجي هلا تحط ما معك اياها، شلون معدلها من 4 سنين مثلا او من 3 سنين وهلا جاي تقول انه ما معك شهاده ثانويه؟ ما عاد يمشي الحال. طيب نيستا، هون الفتره اللي انت بدك تقدم عليها بيدراج، يعني هو الراتب الدراسي اللي ما بترجعه، ولون هو القرض الدراسي اللي بترجعه للدوله. انت بدك تاخذ 100%، بدك تاخذ كل الاسابيع اللي بدك تقدم عليها البيدراج، واذا بدك قرض لكل الاسابيع فبتختار الخيار الثاني. اذا بدك قرض قليل يعني نص نص القرض خلينا نقول، فبتختار كورتاريتي. الكورتاريتي بتحط مثلا بدك قرض ل3 اسابيع من اصل كل الاسابيع، نحن اخترنا شهرين، اخترنا من 1/11 لاخر 12، فيعني في عندنا 8 اسابيع، اذا بدك نصهم بتختار 4 اسابيع. ما بدك قرض بالمره بتعطيه انيت لون، ما بدك قرض بالمره، خيار راجلين. بعدين بنعمل نيست اب هون، اذا بدك تيلكس بدراج علاوه مساعده اضافيه، فاذا انت بدك اياها بتحط نعم. هي بتحطها انت لما بيكون في عندك طفل فوق ال 18 سنه بس ساكن عندك بالبيت، لانه هنا كاتبين لك هون اذا انت عندك اطفال ليك هون وين ليك هون، اذا انت عندك طفل مانو ليك سكريف انت ومعلمينا بالاسود الغامق انه لا تسجل البرشون نمر للاطفال اللي تحت ال 18 سنه، هون بس بسجل الواحد الاطفال اللي فوق 18 سنه. اذا عندك طفل فوق 18 سنه بتختار هذا الخيار، هون بتعبي البرشون نمر تبعه، هون بتعبي استنى شوي سي اس ان وبيفتر ام دين برشو سكات فيركت، هون برشون نمر اعطاه برشون نمر للاب وبرشون نمر للابن بدهم اللي عمره 18 سنه. اذا ابنك بيعيش برا البلد فبتحط نعم انه بيعيش برا البلد، وهون بتحط شو اسم الطفل والفودل سيداتهم وتاريخ ميلاده. اعتقد هون معناته ما في داعي نحط برشون نمر تبع الولد، فبيكفي البرشون نمر تبعك، ممكن تحط برشون نمر تبع الولد او برشون يعني، لانه هنا غالبا حيعرفوا انه هذا برشون نمر تبعك وهذا برشون نمر تبع الولد، ببين يعني برشون نمر قد ايه عمره للولد، بعد هن بيعرفوا المعلومات انه انت كذا كذا عندك اولاد قديش، كله ببين عند الدوله. طيب انا بحالتي على طول بختار ني انه انا ما بدي راتب اضافي، لانه اذا انت عندك اولاد تحت 18 فهن على الحالتين حيطلع لهم لحالهم بدون ما تقدم شيء، هذا الخيار بس اللي عندهم اولاد فوق 18. نيستا، انت لاي فتره بدك تقدم ميركوس نادلون؟ اذا انت بدك تقدم ميركوس نادلون يعني راتب او خلينا نقول قرض اضافي، فبتحط الخيار الثاني، انا بدي قرض اضافي. ليش القرض بدك اياه هذا الاضافي؟ اذا انت عم تسافر عندك سفرات مثلا مكان دراستك بعيد فبتختار السفر، وبتحط انه انت عم تدرس بالديستانس لانك انت عم تدرس
مثلا عن بعد، فبتحط عم انك عم تدرس عن بعد، ما عم تدرس عن بعد فبتحط نيب، بتحط لا، حسب انت عم تدرس عن بعد ولا لا. بدك انت دبل بوستنينج، انت عندك بيتين، بيت بالمكان اللي انت عايش فيه وبيت مستأجره لانك عم تدرس بهديك المنطقة. فاذا عندك هذا الخيار بتحط بدك انه انت اجار بيتين، عندك اجار بيتين. وكمان نفس السؤال، انت عم تدرس ديستانس، اذا عم تدرس ديستانس ايه، واذا لا بتحط لا. هون عندك اندرفيسنينج افيفت، اذا انت مسجل بكورش بشي بياخذوا منك رسم التسجيل، رسوم التسجيل، فبتحط انك بدك اياه. موسيقى انسترومنت، آلة موسيقية، إذا أنت عم تدرس موسيقى أو في عندك آلة بدك تشتريها بتحط إنه أنت عندك آلة وبتحط قد إيه سعرها. تأمين خارج البلد كمان، إذا أنت بدك، إذا عم تدرس برا البلد وبدك تأمين فبتحط هون قد إيش. ريسور فيد أوتلاند ستوديير، إذا أنت عم تسافر برا البلد وعندك سفريات فبتحط قد إيش أنت عم تدفع بالسفر. إذا عندك استوديو براكتيسيرا أو براكتيكيرا، براكتيك ريسا آسف، ما قرأت منيح، براكتيك ريسا يعني رحل البراكتيك، انت براكتيكك عم تعمله بمنطقة تانية فعندك اجار بنزين ولا باص فبتحط هون قديش عم تدفع. سفريات إلى علاقة بتجميع الماتريال للاب هاندلنج او ابساتس، اذا انت عم تكتب مشروعك بالجامعة خلينا نقول وعندك بدك تروح تعمل مقابلة مع حدا ساكن بمنطقة بعيدة وبدك تسافر فبتحط هون المبلغ وبتحط انك انت بدك اياه يعني. فهون بتعلم وهون بتحط قديش المبلغ. هون اذا انت بدك لخارج السويد قرض، لانك انت عم تدرس قرض خارج السويد، بتحط من ايمت، من هون من ايمت ولا ايمت القرض بدك اياه يعني. هون يا سوكر لون انه انا عم اقدم قرض او هذا القرض الاضافي لكل الفتره اللي انا عم بدرس فيها خارج البلد ولا لفتره قصيره. انا بحالتي هذا كله ما بقدم عليه، بكتب بس ني، انا ما بدي اقدم على قرض اضافي بس بدي القرض اللي بيطلع لي. بعمل نيست. هون بيطلع لي قديش انا دخلي الثانوي. اذا انت دخلك تحت ال 58000 من فتره 1 يولي، يعني من 1/7 ل 31/12، فبتحط اول خيار. اذا انت عم تشتغل ودخلك اعلى من هيك فبتحط ثاني خيار وبتحط قديش دخلك. دخلك فينك تشوفه من السكات فيركت، بتحط الرقم اللي هو. طيب انا بحط الخيار الاولاني. هون اذا انت عم تاخذ مساعدات ثانيه خلال فتره دراستك، كاتبين لك اول شيء انه مساعده الاطفال، مساعده السكن، الفور شيرنج ستودي اللي هي السوشيال بيدراج اذا عم تاخذ مساعده من البلديه، واذا عم تاخذ ستيبنديوم يعني عم تاخذ منحه من البلديه، هذا كله ما بيعتبر انه هو مساعده، يعني ما بتاثر على السي اس ان. انا مثلا عم باخذ مساعده سكن فما بتاثر، فلهيك انا بكتب يا فور انيان ان ان شيرنج، انه انا ما عم بحصل على مساعده اخرى. المساعدات الاخرى اللي لازم تسجلها اذا انت عم تاخذها لازم تختار الخيار الثاني، هي مثلا انك انت كنت عم تشتغل وبدك تدرس حاليا ومستلمينج ستودي ستود، إذا أنت عم تاخذ مساعدة مرضية، عم تاخذ اكتيفيتي ستود من مكتب العمل، عم تاخذ راتب الترسيخ، عم تاخذ راتب دراسي مثلا، عندك من راتب من بلد ثاني، عندك تعويضات ريهابيليتيرنج إعادة تأهيل، يعني إذا عندك أي شيء من هدول بتحط إنه أنت عم تاخذ وبتحط شو هو المساعدة اللي عم تاخذها. أنا بحالتي ما عندي ولا شيء من هدول، عندي مساعدة سكن ومساعدة سكن لا تحتسب. متابعة، انا من جنسيتي من وين، من بوري ريسكوب، اذا انت سويدي بتحط خيار هون سويدن او سفاريا اذا بس تلاقيها، هي لازم تكون هون بشي مكان ليك سفاريا، انا ما معي جنسيه سويدية فبحط خيار جنسيتي اللي هي سوريا. بعدين بعمل نستا. طيب انا في عندي صفحتين فيهم معلومات عنواني وفيهم معلومات اسمي والبرشلونة نمبر تبعي، فهدول الصفحتين قطعت فوقهم، انت لازم تتاكد انه عنوانك صحيح والبرشلونة نمبر تبعك صحيح. نرجع على الصفحه اللي بعدها بنلاقي هون انه انت بدك تضيف البيلاجور، بيلاجور يعني ملفات او مستندات او مرفقات. هون لازم نضيف الانتاغنينج بشيت، هاي اللي بيبعتوا لك اياها على الايميل انه انت ماخوذ بهذا الكورس. بتعمل فيلي فيل، اختار الملف وبتبعت لهم اياها، بتعمل هيك بتدور عليها وين موجوده عندك وبتبعت لهم اياها. وهون بتكتب اسمها انطوني بشيد مثلا، انا عندي اياها مسجله لانه انا على طول بكتبها. ماشي، نعمل نيستا. بعدين بيطلع هون اذا انت بدك تكمل، عندك معلومات بدك تتركه لهم اياها، انا ما عندي معلومات اضافيه بدي اتركها فبختار الخيار الاول، اذا عندك معلومات بتختار الخيار الثاني. هون كاتب لك انه حياخذوا وقت اضافي لانه انت ما بعثت لهم هي الانطوني بشيد، اذا بتبعتها ما بياخذوا وقت اضافي. طيب بعدين هون بدنا نكمل، هلا بده يعطينا نتاكد من معلوماتنا. مثل ما شايفين عندنا معلومات الدخل، معلومات المدرسة اللي سجلناها، ايمتى بدنا نخلص، شو انا عم بدرس او شو درست سابقا، تي دي جاري، شو بدي راتب ولا قرض وقديش بدي، اذا بدي مساعدة اضافية، عندي مساعدات تانية من جهات تانية، عندي معلومات تانية بدي اتركها، وهون شو الملفات اللي انا قدمت لهم اياها. اذا في شيء من هدول كان انتم مسجلينه خطا فبتعملوا اندرا بياخذكم على الصفحة وبتعدلوا فيها هنيك.
انت اذا متاكد انه معلوماتك كلها صحيحه بتعطي انه انا متاكد انه مثل ما بيقولوا بالشرف والاخلاق، انه المعلومات اللي تركتها هي معلومات صحيحه، وانه انا اخذت قرات القوانين والى اخره. بعدين بتعمل سكريب اندر وبتوقع بالبنك اي دي، وهيك بتكون قدمت طلب للسي اس ان. انا ما حاليا ما بدي اعمله لانه المعلومات اللي قدمتها ما صحيحه، انا اخترت اختيارات عشوائيه بس لفرجيكم كيف الواحد بيقدم. هيك بكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى يكون استفدتوا، شرحت شرح يكون يعني كافي ووافي. بشوفكم فيديو جاي وموفقين.